قد نواصلوا معكم مستمعينا، تحية لكم مجددا. إذا غنمشيو لمدينة مراكش نستقبلوا اتصال على الخط معنا ياسين، وفي مراكش أيضا معنا أحمد. خليك معنا أحمد. ياسين، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. كيفاش فوزية؟ بخير، بارك الله فيك، أهلا وسهلا. بنت الدكتور معتقلة يجيك. تفضل دكتور، معك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي كيداير؟ بخير سيدي، الحمد لله، بارك الله فيك. فقط دكتور بين سؤالك، الله يحميك والدي. نعم سيدي. كنت استفدت من واحد الكريدي. ايه، على حساب الدار. يعني قرض؟ ايه قرض في اطار السكن. ايه و في الاول ما خديتش هذا العقد ديال الكريدي، ما خديتوش. وهذا و الكونت ديال لاسيغونس. ايه وفاش درت واحد الطلب كتابي دفعته للبنك. قالت لي ديك السيده تسنى. ايه قالت لي دي شي وتجيب فيها شحال تقريبا شي 15 يوم. ايه ودابا باقي ما عطاتوش ليا، ما عرفتش شنو الاجراءات اللي خدام. عندك التليفون ديال الوكالة ديال البنك اللي كتشتغل فيها؟ كيف؟ أعطيه للمخرج. ياسين، نرجعوك عند المخرج والاسم أيضا. الاسم ديالك الكامل والاسم ديال الشخص اللي كتعامل معاه في الوكالة. نوصلوا عبد الرحيم في انتظار تاخذ باقي المعطيات. مشكلة، واحد الإنسان محتاج فتيقة حقه وبسيطة وما مطلوب، ما كتطلبش شي مجهود. دار معهم عقد والقانون كينص على ان المواطن المستهلك من حقه ياخذ نسخه من العقد وياخذ نسخه ديال التامين. وباش يطلب الوثيقه خصو 15 يوم يبقى يمشي ويجي. دنا الاسم الكامل ياسين، واذا اسم السيده اللي كيتواصل معها في الوكاله. واش دابا هذا هو الاسلوب ديال التعامل؟ هذا هو مفهوم رجل السلطه؟ هذا هو تقربي يا إدارة ويا مسؤول من المواطن؟ هذه هي الشعارات اللي كينادي بها صاحب الجلالة؟ هذو هما الرسائل اللي كيصيفطهم في الخطابات ديالهم؟ القهرة هذه. وزيد هذا السيد، هذا باه مات ومازال كيقلب على التقاعد. باه ما خداش التقاعد بسنوات، هو جالس ما وصلش للتقاعد، حقه ديال التقاعد ما خداش. ومات السيد، مشى دابا في القبر، مشى عند الله، ومازال التقاعد ما وصلش لولاده. دابا هذا شعبي واتينا حنا التيك توك، واتينا نبقاو نقلبوا، هذا تجوج، هذه تطلق، هذا ضربها، هذه مصوبها بالسر، هذه عندها واد الولد، هذا كيركز، هذه كتشطح، هذه واتينا هادشي، هذا وقت هادشي هذا. نرجعوا مع ياسين دكتور. ياسين، شو الاسم ديال السيده اللي كتواصل معها في المديريه او في الاداره؟ لمياء. لمياء، نعم. اذا نتمنوا ان لمياء تجاوبنا. اليوم الطلب هو نسخه ديال العقد ديال القرض ديال السكن، وايضا نسخه ديال العقد ديال التامين. عبد الرحيم، محاولة أولى، خليك معنا سياسين. إذا كنذكر ياسين اليوم من حقه ياخذ نسخة من عقد القرض. السلام عليكم. السلام عليكم. لاباس عليك؟ مرحبا بك معنا راديو أصوات، حنا مباشرة في برنامج كاين الحل مع الدكتور معتوق. دكتور، هذه لمياء. لمياء، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كلشي بخير لمياء؟ بحمد الله. كيتصل بينا واحد السيد بطلب منك الله يكثر خيرك واحد العقد ديال القرض خدام من عندكم ديال السكن. كيقول لنا دي 15 يوم هو كيجي مور العقد ديالو. ما سمعتش كيسيدي. واحد السيد عندكم زبون خدا واحد القرض ديال السكن. سمية ديال السيد؟ سميتو؟ عطوا الاسم دكتور. بوهالي. ياسين، بوهالي. ياسين. أيه سيدي. كيجي لعندك وكتقول له غدا غادي نصاوبو، بعد غدا غادي نجيبو لك، غدا غادي. هذه 15 يوم هو كيجي على هذا العقد ديالو ما لقاش. كيفاش ما لقاش؟ ما عطيتوش العقد ديال القرض، درت مع عندكم خدام عندكم قرض. أيه وما عطيناش. ما عطيتوش العقد. نعم؟ حنا اللي ما بغيناش نعطيوه. ما بغيتوش تعطيو العقد؟ واش حنا اللي ما بغيناش نعطيوه؟ أنا ندوزو لك. ياسين. ياسين. هضر معاها، هضر معاها لمياء، ذكرها لمياء، هاهي هضر معاها. راه جيت لعندها السيد الدكتور معتوق ودرت لها طلب خطي. عافاك اسيدي، انا جو في الخدمه ديالي دابا ياك.
اييه وقيلا وقت العمل ما يمكنش نجاوب كان وقت العمل ديالو. حنا كنهضروا في شي حاجه خاصه لا هذا راه حق ديالو، علاش ما بغيتوش تعطيو العقد؟ عفوا كتيجي حنا ما بغيناش نعطيو هادشي تي بيرسونيل ديال لو كليون. وراه تيهضر معاك لو كليون غادي يجي عندك اليوم في العشيه؟ انا اللي كنهضر معاه. ما قلناش لا حنا ما جريناش على السيد وقلنا ليه غدا في الصباح لا غادي يجي عندك وعاود غادي نعيطوا له. صافي ياسين غدا في الصباح غتمشي عند الوكاله. ان شاء الله سيدي مرحبا. يلا الله يعاونك لالا. مرحبا. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم ياسين. ياسين. سي الدكتور معتو شنو ياسين شنو قول؟ راه من 25 وصافي صافي سمعتها دابا غدا في الصباح ياك انت قريب لهاد الوكاله. قريب غدا في الصباح بغيتك تصبح عليهم في الوكاله ان شاء الله. الله يكثر خيرك لالا لمياء، اعطيني العقد ديالي وعيط لنا رد علينا الله يجازيك بخير. واخا سي الدكتور يلا الله يسر الامور. عندك ملي تاخذ ما تعيط لناش. لا غير الخط ما كي لا غير بقى تشدو. صافي الدكتور معتو الله يحفظك. والله صيفط لنا رساله المهم قلنا خديتي العقد ديالك باش الا ما اعتذرلكش هي عندنا بيبان اخرين على من غادي ندقوا. الله يحفظك الله يجازيك بخير. شكرا يا سي الله يسر لك الامور. نعم نواصلوا اذا بعد الفاصل. نفرض العقد كيتخاد يوم كتابه او تحرير العقد دكتور. ملي كنوقع العقد وتوقع عليه البنكه، البنكه كتكون موقع عليه حيت عندهم داك الشيء رقمي. ناخذ انا العقد ناخذ النسخه ناخذ النسخه ديالي وناخذ الكشف ديال الاقتطاعات كلهم. فكريني غدا الله يرضي عليك هذه المعلومه شنو غدا الجمعه؟ ان شاء الله الاثنين. يوم الاثنين نهضروا على الوثائق ديال القرض اللي خصو المواطن يدير القرض كمستهلك اشنو هي الوثائق اللي خصو ياخذ ويرد باله ليهم. نعم اذا نواصلوا معكم بعد الفاصل. وصلنا لختام حلقه اليوم، غدا ان شاء الله في نفس الموعد من 2 ل 3:30 دكتور ان شاء الله. شكرا.